طبيب الكركمين يورط فنانة مصرية، سجين يموت من الفرحة بعد نجاته من الإعدام، ووفاة أشهر صانع بوضة عربية. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، أهلا بكم. نبدأ من مصر، حيث تعرضت الفنانة فاطمة عيد لانتقاد واسع بعد مشاركتها في إعلان تجاري للترويج لأحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين الذي اعتقل بتهمة النصب والاحتيال قبل يومين. الفنانة دافعت عن نفسها وأوضحت في تصريحات إعلامية أنها سجلت الإعلان منذ 5 سنوات، مؤكدة أنها لم تأخذ أي مقابل نظير مشاركتها فيها. وبالتزامن مع ذلك قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة أبو النصر بالحبس 2.5 سنين بتهمة التعدي على سيدة أخبرت بأن الوصفات الطبية التي كتبها لها تسببت بمرضها. في واقعة غريبة ونادرة الحدوث، مات سجين إيراني محكوم بالإعدام بعد سماعه خبر العفو عنه. وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن الرجل الخمسيني كان مسجوناً بتهمة القتل عن سبق الإصرار قبل 18 عاماً، وظل يكافح كابوس المشنقة طوال هذا الوقت، مشيرة إلى أنه أصيب بجلطة قلبية من شدة الفرح فور سماعه خبر العفو عنه من عائلة الضحية، ليتوفى بعد ساعة من نقله إلى المستشفى. أصدرت محكمة بريطانية حكماً بتغريم سيدة $332 لاتهامها بالمشاركة في سرقة قطع ألماس بقيمة $6 مليون وتبديلها بحصى في محل للمجوهرات بلندن عام 2016. صحيفة الغاردين أوضحت أن تلك الغرامة تضاف إلى عقوبة بالسجن لمدة 5.5 سنوات، مشيرة إلى أن قرار المحكمة بتحديد القيمة جاء بعدما تبين أن المبلغ الوحيد المتوفر معها لدفعه هو $332، وكان عثر عليه معها حين ألقي القبض عليها، فيما أثار الحكم جدلا واسعا على مواقع التواصل نظرا لقيمته التي اعتبرت بسيطة جدا مقارنة بالسرقة الضخمة. إلى اليمن الآن، هذه المرة حيث أثارت قصة فتاة اختطفت طليقها وضربته في مدينة تعز أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل وسط مطالبات باعتقالها. الفتاة اعترفت على صفحتها على فيسبوك بفعلتها قائلة: نعم خطفته ومن ثم ضربته وطعنته ثم أطلقت سراحه، موضحة أن زوجها السابق استولى على حقوقها وأرسل صورها إلى أعدائها حسب تعبيرها ثم طلقها. وأرجعت ما حدث إلى أن القانون لم ينصفها، فيما طالبت أسرة المجني عليه السلطات بالبحث عنه، مؤكدة أنه لم يعد إلى البيت حتى الآن. وفي خبرنا الأخير، توفي اليوم في سوريا موفق بقداش الذي يعد أشهر صانع بوضة عربية في العالم العربي والمعروفة ببوضة بقداش. والد موفق كان أسس في أواخر القرن 18 الميلادي محل بوضة بقداش في سوق الحميدية وسط دمشق، وتابع ابنه مسيرته حتى صار من المحال التجارية العريقة في سوريا ومقصدا رئيسيا للدمشقيين والسياح الذين كانوا يتوافدون على البلاد من دول عربية وغربية.